الفنان باسم ياخور انتقدك بسبب التصريح ده. في بعض الخلافات الشخصية صار، فهو راح بهذا الاتجاه لتصير حقيقة وكان، ولكن لا إشاعة طبعا. يعني الأستاذ باسم ياخور اختلق الموضوع؟ نوعا ما. نوعا ما. طب يعني انت لو شفتيه ممكن تشتغلي معاه عادي؟ زميل ونجم سوري واكيد بحبه، ممكن يعني تشتغلي معاه؟ طبعا ليش لا، عادي. صار في خلاف والدنيا صغيرة، الدنيا أصغر من أنه نزعل من بعض. صار في مشاكل، هلأ أنا وقتها زعلت أنه ما في داعي نربط خلافات معينة ونختلق شيء غير حقيقي. قد يكون نتخانق مع بعض، أي اثنين بيتخانقوا، أي زملاء، أي شركاء، رفقات، جوا العائلة في خناقات، بس ما في داعي أنه نحن نحور الموضوع لنبين بلحظة من لحظات أبطال بشكل أو بآخر.